السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع كويس اسمه كونكتد بيبرز او الاوراق المتصله، ده بيعمل لك فيجوال جراف، بيجيب لك الابحاث المرتبطه بالموضوع اللي انت عايزه. ممكن نكتب مثلا هنا اسلاميك اركتكتشر، الموضوع البحث بتاعك، او بيقول لك بقى الابحاث اللي موجوده المشهوره. اقول له مثلا انا عايز البحث دوت، فبيجيب لك البحث ده والابحاث اللي مرتبطه بيه، وتقدر تفتحها كاوبن ام بي دي اف او تفتحها على سيمانتيك سكولر او الببلشر بيج على الدي او اي او جوجل سكولر، بحيث تقدر انت تفتحه مثلا كملف بي دي اف. وكل بحث بيجيب لي ايه الابحاث اللي مرتبطه بيه ومستشهدين بيه في بحث اخر بالشكل دوت. كل بحث بيجيب لك برضه هو 12 سنه كام، مهم جدا طبعا، لان في ابحاث ما ينفعش تستشهد بها غير بالمصادر الحديثه على اساس تبقى بتابع التكنولوجيا الحديثه وهكذا.